ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. إلى شعب الإيمان. ما زلنا في باب حفظ اللسان. روى المصنف عن عبد الله أوصى ابنه عبد الرحمن فقال: أوصيك باتقاء الله. قال: أوصيك باتقاء الله، وليسع كبيتك، وابكي من خطيئتك، واملك عليك لسانك. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال لإنسان: إنك في زمان قليل قراؤه، كثير فقهاؤه، يحفظ فيه حدود القرآن ويضيع فيه حروفه، قليل من يسأل، كثير من يعطي، يطيلون الصلاة فيه ويقصرون في الخطبة، يبدون فيه بأعمالهم قبل أهوائهم. وستأتي على الناس أو سيأتي على الناس زمان كثير قراؤه، قليل فقهاؤه، يحفظ فيه حروف القرآن ويضيع حدوده، كثير من يسأل، قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون فيه الصلاة، يبدون أهواءهم قبل أعمالهم، يبدون أهواءهم قبل أعمالهم. كلام رصين من عبد الله بن مسعود قال: أوصيك بتقوى الله، العمل بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله، والكف عن محارم الله بنور من الله، يخاف عقاب الله. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. قال: وليسع كبيتك بيتك، وابكي على خطيئتك، يعني انعزل. والعزلة هنا على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ان لم تجد الامام الجماعه والامام. قال: ان لم اجد لهم جماعه ولا امام. قال: اعتزل تلك الفرق. قال: اعتزل تلك الفرق. لذلك قال: يسع بيتك. وهذا ايضا في ايام الفتن، أن تكسر سيفك، كن كعبد الله كخير، كن عبد الله كخير، كن كخيري ابني آدم، كن عبد الله المقتول، كن عبد الله المقتول. قال: وليسع كبيتك، وابكى على خطيئتك، واملك عليك لسانك. وهذا أيضا فيها الشاهد منها أنه قال: امسك عليك لسانك، فاللسان أداة النجاة أو أداة الهلاك. الخوض بغير علم، الغيبة، النميمة، فساد ذات البين، الكذب في الفتوى، حب الظهور، العجب، التكبر. وإن رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه لا يدري لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. لذلك قال: أملك عليك لسانك. اللهم احفظنا، احفظ لساننا، فلا يتكلم ولا يلهج الا بذكرك، وانت ارحم الراحمين. هنا في هذه الروايه اظهر زماننا، فقال: انك في زمان قليل قراؤه، كثير فقهاؤه. شوف، لما كان زمان كثير فيه الفقهاء، كان زمان العزه، كان زمان التمكين، كان زمان العلو، كان زمان الرفعه، كان زمان السمو. كلمة الإسلام تمشي على الجميع، رأت الإسلام خفاقة عالية في سماء الدنيا. فأنت في زمان قليل قراءه لكن كثير فقهاؤه، ونحن في زمان ندرة الفقيه، عسر وجود الفقيه. إنك في زمان قليل قراءه، كثير فقهاؤه، يحفظ فيه حدود القرآن ويضيع فيه حروفه. والله أسامي مخرفين، مخرفين ومحرفين. فقال: إنك بزمان قليل قراءه، كثير فقهاء، يحفظ فيه حدود القرآن ويضيع فيه حروفه. الحفظة قلة. مشرف، أنا في سفر الآن، غفر الله لنا، جزاك الله خيرا حبيبي.
سبقتك إلى المسجد فصليت على الجنازات وأنا في سفر الآن. إنك في زمان قليل قراء كثير فقهاء، يحفظ فيه حدود القرآن ويضيع فيه حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون الصلاة فيه ويقصرون فيه الخطبة. من مئنة الرجل علامة من علامات فقه إطالة الصلاة وقصر الخطبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من البيان لسحرة. ثم تكلم على الزمان الذي نحن فيه، ويأتي زمان كثير فيه قراء قليل فيه فقهاء، في عسر إخراج فقيه الآن. لكننا في زمان كما وصفه ابن مسعود، قليل فيه فقهاء، عسر فقيه موجود قليل. وكنا نحسب عن بعض طلبة العلم أنهم عندهم آلة الفقه، لا والله، وعلمت أن المسألة منحة من الله جل وعلا، يمنحها الله لمن يشاء، ولا يمكن أن تعطى لخسيس خبيث النفس أبدا أبدا. قال كثير قراءه قليل فقهاء، يحفظ فيه حروف القرآن ويضيع حدوده، كثير من يسأل وقليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون فيه الصلاة. وطبعا هذا لأن الثرثرة والتشدق بالكلام دون أن يكون مرتكزا على العلوم أو على التأصيل أو على التقعيد. يطيلون فيه الخطبة ويقصرون فيه الصلاة، يبدون أهواءهم قبل أعمالهم. المحرك الرئيس لهم الهوى. الآن نحن في الوسط الملتزم، أكثر الفرق لا يحركهم إلا الهوى وتعظيم الأشخاص وتطبيق القاعدة البوشية، من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدو لنا، من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدو لنا. تفضل أحمد تحت أمرك. وهنا أشار إلى أمر خطير، قال يبدون أهواءهم قبل أعمالهم. فالمحرك الرئيس تعظيم الأشخاص، المحرك الرئيس الهوى، وكما قلت تطبيق القاعدة الذهبية عندهم، القاعدة البوشية، من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدو لنا. أفرأيت من اتخذ إله وهواه فأنت تكون عليهم وكيلا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وفي الحديث الإسناد فيه ضعف ولكن المعنى صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فقوم الأهواء تحملهم، قوم الأهواء تحركهم، فانفض يدك منهم ولا يعبأ الله بهم. إن الله يحب من اتبعه وانقاد له واستسلم لأوامره وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. الفوائد المستنبطة: أملك عليك لسانك. من علامات سداد الأمة كثرة فقهاؤهم. اللهم أمين. من علامات سداد الأمة كثرة الفقهاء فيها. من تحكم فيه الهوى هوى. لو في أسئلة تفضلوا. أحمد لو في سؤال تفضل تحت أمرك. حفظكم ربي، أحسن الله إليكم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.